عز الدين جيلاني مدير التربيه لولاية الطرف. اذا كما تلاحظوا سيستاج ابنائنا صبيحه هذا اليوم امتحان شهاده البكالوريا بتعداد المترشحين 7667 مترشحا موزعين على 26 مركز اجراء. الدوله سخرت كل الامكانيات نتاعها الماديه والبشريه لانجاح هذه العمليه، خاصه ما تعلق بالجانب البشري وكذلك الجانب الامني. تلاحظوا باللي التغطيه الامنيه من شرطه ودرك وكذلك حمايه مدنيه وتوزيع كذلك عناصر الصحه على جميع مراكز الاجراء، كل الظروف ملائمه لانجاح هذه العمليه، خاصه ما تعلق بعمليه النقل وكذلك عمليه الاطعام وكذلك عمليه الايواء بالنسبه للوافدين من الملاحظين. إذن كل ذا وذاك سيساهم بقدر كبير في إنجاح هذه العملية. محمد رئيس لجنة الملاحظين لولاية الطارف. أولا بودي أن أشكر السيد مدير التربية على الإمكانيات التي وفرها لنا وعلى الإقامة الطيبة، ونحن هنا من أجل امتحان ابنائنا ونتمنى لهم التوفيق وكل الظروف مهيئة، ونشكر كل أهل ولاية الطارف على حفوة الاستقبال وشكرا. سيدة حسينية حنان رئيس مركز شهادة البكالوريا جيلاني اليابس. يحتوي المركز على 334 مرشح موزعين على 20 لجنة في 3 شعب، شعبة علوم تجريبية، شعبة رياضيات، وشعبة تقنية رياضي بثلاثة تخصصات. كل الظروف متوفرة في هذا المركز بفضل السيد مدير التربية الجيلاني وكافة العمال المسخرين لنجاح هذه العملية. أتمنى كل النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ، وإن شاء الله تتحسن مرتبة ونسبة نجاح هذه الولاية. على شهادة البكالوريا علوم شعبة علوم تجريبية إن شاء الله يكون في متناول الجميع، يعني محضرين وإن شاء الله تكون في متناول الجميع، يعني نخدموا كل إن شاء الله وبارك الله. شهادة البكالوريا من هنا من بلدي بن مهيدي وبالضبط من ثانوية جيلان اليابس. هذه الثانوية هي فيها مطعم درسين سيد الوالي، احنا عندنا 26 مركز إجراء، عندنا سبعة منها أحرار. الولاية تقريبا عدد المترشحين عندنا 7667 مترشحا وتقريبا موزعين على 26 مركز إجراء. كل الظروف سيد الوالي أخذناها بالاعتبار سواء ما تعلق بالتنسيق مع المصالح المعنية، الصحة، الحماية المدنية، الدرك، الشرطة وكذلك كل القطاعات المعنية خاصة مديرية الصحة ومديرية النقل، وكذلك وفرنا الإيواء والإطعام اللي جاونا من خارج الولاية هم الملاحظين اللي يسروا على مصداقية الامتحان. شكرا سيدي والي الولاية، بارك الله فيك. ولاية الطارف مركز 36013 مركز الإجراء ثانوية جيلاني يابس بن مهيد. المادة اللغة العربية وآدابها اليوم الأحد صباحا. الشعب في المركز علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، هندسة ميكانيكية، تقني رياضي، هندسة كهربائية، تقني رياضي، هندسة طرق. رقم العلبة 130 وعدد المواضيع 354 موضوع. لا تفتح هذا الكيس البلاستيكي إلا إذا قرأت وتأكدت من تطابق هذه المعلومات مع جدول سير الاختبار. المادة اللغة العربية وآدابها الأحد صباحا للشعاب الموجودة في المركز. تسير اقتصاد غير موجود، علوم تجريبية، رياضيات وطب. نقول لهم هذا امتحان عادي كبقية الامتحانات. أبنائي برك ركزوا شوية برك، نتمنى لكم إن شاء الله ولأبنائنا كل اجتياز هذا الامتحان بتفوق ان شاء الله وبالنجاح. هنيئا لكم وشكرا. بارك الله فيك. من بعد الجنوب المسؤول عنده كل شيء. دونك نطمئن. ان شاء الله نطمئن ان شاء الله. دونك نطمئن ويطمئنوا ثاني اولياء التلاميذ اللي راهم يجوزوا في الامتحان هذا وكذلك التلاميذ. ان شاء الله يا ربي برك يكون فيه التفوق، النجاح اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن نتمنى ان شاء الله يكون فيه التفوق والامتياز ان شاء الله. شكرا. هذه الثانويه ومن بلديه بن مهيد بالذات الامتحانات اللي كانت محضره من كل الجوانب انطلقت اليوم في ظروف ماديه وتنظيميه اقول جد محكمه، ما علينا الا وليدات نتاعنا ان شاء الله يجتازوا هذا الامتحان ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، وان شاء الله ان شاء الله نأمل
يكون فيه نتائج جد عالية في هذا الامتحان، لأنه ما فيش حاجة اللي تخلينا باش ما نحققش نتائج مشجعة، وكي نقول مشجعة أقصد هنا التفوق. إذن الظروف المادية كلها مهيئة، الأبناء التحقوا في ظروف أمنية وفي ظروف جد وتنظيمية جد محكمة. إذن ما يبقى لي إلا نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق